صلوا بينا على النبي. وبيبدأ المسلسل مع والدة الطالبة سولي اللي كانت رايحة علشان تقابل حد تابع للمنظمة، وبيظهر إنها كانت متوترة وخايفة، وبيكون الطالب السيونكو شايفها متوترة وبيحاول يهديها، وبيعرف إن الراجل طلب منها فلوس علشان يشتغلوا مع بعض، وبيظهر إن الطالب أوكان كان شايف اللي حصل، وبيلاقي بعدها الراجل بتاع المنظمة كان بيتكلم في الموبايل، وساعتها أوكان بيعرف إن الراجل نصاب وعايز ياخد فلوس والدة سولي، وبيكون شايفه وهو بيتكلم معاها. وبيعرف وقتها الراجل انها ما جابتش الفلوس وبيتخانق معاها، وبيضرب بعدها رجال الامن اللي حاولوا يدافعوا عنها، وبيحاول بعدها سيونج انه يمسك الراجل لكنه بيزقه على الارض وبيهرب من المكان. وبيعرف ساعتها سيونج انه يقوم من تاني وبيفضل يجري ورا هو والطالب اوكان، بس اوكان بيتعب وبيوقف جري. وبعد ما بيتقبض على الراجل وبتظهر الطالبة سولي، بتبدا انها تتكلم مع والدتها وبتحاول تهديها، وساعتها والدتها بتقول ان اللي وقف النصاب حد من الطلبه لكنه اختفى بعدها ومعرفتش تشكره. وبيظهر بعدين اللي ساعتها هو الطالب سيونج، وبتكون الطالبة أنا شايفاه وبتقوله إنها شافت كل حاجة. وبعد لحظات بنشوف الطلبة كلهم كانوا في الفصل، وبتقولهم المدرسة إنه تم تصنيف المدرسة بتاعتهم من أفضل المدارس المالية، وبتقولهم كمان إنها بالمناسبة دي عملت أغنية بتتكلم عن الفلوس وبتخليهم يبدأوا يغنوا معاها وبيكونوا مبسوطين. وبنشوف بعدها الطلبة خرجوا من الفصل علشان يفطروا، وبيظهر إن الطالبة سولي كانت قاعدة لوحدها بسبب إنها فقيرة، وبتبدأ بعدها سولي تفتكر والدها لما كان بيودعها وانه كان بيحذرها ما تصرفش فلوس على حاجه مش مهمه. وبنعرف وقتها ان سولي كانت من اسره غنيه، بس بعدها ساءت حالتهم الماديه وبقوا فقراء. وبتروح بعدها سولي تشكر سيونج علشان ساعد والدتها، وبتكون مستغربه علشان هي مش صاحبته. وساعتها بنعرف انها في يوم كانت صاحبه الطالبه انا المتنمره، وان سيونج كان شايفها وبيقولها انه كان فاكرها طيبه. وبيبدا بعدها سيونج يتكلم معاها وبيقولها انه ما عملش كده علشانها، وانه ما يقدرش يشوف واحده بيتنصب عليها وما يعملش حاجه. وبيقول لها بعدها تخلي بالها من والدتها وبيمشي، بس وقتها بيلاحظ انها جعانه وما راحتش تفطر. وبتكون سولي مش عايزه تعرفه انه ما عندهاش فلوس، وبتقوله انها ماشيه على نظام غذائي، لكنه بيقول لها انها لازم تهتم بصحتها وبيديها شوكولاته. وبتلاقي بعدها المتنمره انا جت تستهزئ بيها بسبب انها فقيره وبتاخد اكل من الطلبه، وبتكون انا عايزاها تروح المدرسه في مستواها علشان المدرسه دي بتاعه الطلبه الاغنياء وما ينفعش تتعلم فيها. وبنلاحظ وقتها ان سولي كانت متضايقه وعايزه تمشي، لكنها بتتعصب فجأة وبتروح تضربها. وبيوصل بعدها المدرس وبيوقف الخناقة اللي حصلت، وبيبدأ انه يتخانق مع سولي بسبب اللي عملته، وبيكون في طالب مش عاجبه اللي حصل وبيتخانق مع المدرس علشان مش بيعاقب انا. وساعتها المدرس بيتعصب وبيكون هيضربه، بس سيونج بيدافع عنه وبيمسك العصاية. وبيصر بعدها وكان بيفكر المدرس بقوانين المدرسة وانه ما ينفعش يضرب الطلبة مهما حصل. وبعد ما المدرس بيعرف ان الطلبة كانوا بيصوروه وهيبلغوا عليه، بيقول لهم انه كان بيهزر ومفيش حاجه حصلت. وبنشوف بعدها المدرس راح يعتذر لأوكان بسبب اللي حصل، وبنعرف ان أوكان بيكون ابن مدير المدرسه. وبعد لحظات بنشوف أوكان راح يراهن بفلوس كتير على موقع في الانترنت، بس بيعرف بعدها انه اتنصب عليه واتسرقت فلوسه. وما أوكان بيتصل بصحاب الموقع وبيحكي لهم بالمشكله اللي حصلت، بيعرف ان هم حراميه فعلا وبيقرر ينتقم. وبعد ما أوكان بيروح للحراميه وبيتكلم مع القائد بتاعهم، بيتحدوه يدخل معاهم في رهان جديد، وساعتها أوكان بيوافق وبيمشي معاهم. وبيبدأ بعدها صاحبه يتصل بسيونج وبيبلغه باللي حصل. وبنشوف بعدها أوكان كان بيراهن على فلوس كتير، وبيبدأ انه يفتكر كلامه مع والده. وبنعرف وقتها ان والده منعه يتصاحب مع الطالبة سولي علشان اهلها خسروا كل فلوسهم وبقت من عيلة فقيرة. وبنعرف كمان ان أوكان كان معارض على كلام والده، بس والده بيضربه وبيقول انه لازم يشوف مصلحته. وبيعرف بعدها أوكان من صاحبه ان العصابة بتضحك عليه تاني وبيتعارك معاهم، وبيوصل بعدها سيونج وبيتعارك مع العصابة. وبعد ما العصابة بتهرب من المكان وبيحاول سيونج انه يتكلم مع صاحبه، بيلاقيه كان بيقوله يخليه في نفسه وما يعملش حاجة. وساعتها سيونج بيضربه لغاية ما بيقع على الأرض، وبيبدأ بعدها وكان يفتكر لما كانت سولي بتتعرض للتنمر. وبنعرف ساعتها انه حاول يدافع عنها وقتها، بس أنا قالت له يخليه في نفسه وما يعملش حاجة. وفي تاني يوم بنشوف سولي كانت بتقرأ الجورنال وبتدور على شغل، لكنها مش بتلاقي فرصة عمل مناسبة. وبتلاقي بعدها سيونج جالها وبيقعد معاها، وبتقوله انها بتدور على شغل ما عندهاش فلوس. وساعتها سيونج بياخد موبايلها وبينزل عليه تطبيق، وبيقولها ان التطبيق هيساعدها تحسب فلوسها وتعرف راحت فين. وبيلاحظ بعدها سيونج انها جعانه وبيتكلم معاها، بس بتقوله انها مش بتاكل وعايزه تنزل وزنها. وبنشوف بعدها سيونج اخدها معاها علشان تاكل، وبتلاقيه بعدها اختفى وسابها لوحدها. وبعد ما سولي بتروح له وبتقعد معاه، بيبدا سيونج انه يشرح لها عن نظام العملات المعدنيه والحاجات اللي مش فاهماها. ومسولي بتساله عن الحاجه اللي بيحلم بيها، بيقولها انه عايز يشوف عيلته ويتعرف عليهم، وبيعرفها انه عمل حادثه فيهم ومش فاكر عنهم حاجه. وبيقولها كمان انه من بعدها فضل عايش لوحده، لكنه قرر يتعلم في مدرسه ماليه علشان ينجح في مستقبله.
وأما سولي بتقوله إنه شخص ناجح وذكي جداً، بيقولها إنها تقدر تاخد تمويل وتبدأ حياة جديدة من غير فقر. وفي تاني يوم بنشوف المدرسة كانت بتشرح للطلبة وبتبدأ بعدها تغني الأغنية بتاعت الفلوس وتخليهم يغنوا معاها. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوف سولي بدأت تشتغل على مشروع جديد وبتعمل هدايا وبتبدأ إنها تبيعهم للطلبة في يوم الفالنتاين. وبيظهر بعدها إنه كان ما كانش عاجبه اللي حصل علشان المدرسة بتاعت والده، بس سولي بتقوله إنها أخدت تصريح من المدرسة. وساعتها وكان بيستهزأ بيها وبيقولها إنه هيشتري كل حاجة معاها، لكنها بترفض تبيع له حاجة وبتقوله يوقف تنمر. وبتبدأ بعدها تتخانق معاه بسبب إنه هو غني وبيستهزأ بالطلبة، وبيكون سونج مش عاجبه اللي حصل وبيبدأ يتكلم معاه. وبيقرروا وقتها إن هما هيتحدوا بعض في الأسئلة، وإن اللي هيتغلب على التاني لازم يحترم القوانين ويسمع لكلامه. وبعد ما المسابقة بتبدأ وبيكسب سيونج، بيقوله ما يزعلش نفسه وما يتدخلش من الطلاب تاني. وساعتها وكان بيتعصب وبيقوله إن هو هيتغلب عليه في المرة التانية. وبيكون بعدها وكان ماشي وبيتقابل مع آنا اللي كانت بتقوله إن هو ذكي وكان هيعرف يكسب المسابقة. فبيقولها وكان إنه ما كانش عايز يكسب وبيمشي، وبتكون آنا شايفاه وبتقوله إنه حد فاشل. وساعتها بيجيلها اتصال من الدكتور البيطري وبتروح علشان تعرف في ايه، وبيبلغها الدكتور ان الحيوان بتاعها مات. وبنلاحظ وقتها انها كانت منهارة وبترجع لبيتها وبتكون متعصبة من اللي بيحصل معاها. وبتبدأ ساعتها تفتكر ذكرياتها مع الطلبة سولي وانها كانت افضل صديقة ليها. وبتقرر بعدها انها تتصل بسولي علشان تيجي تسليها، وبتقولها في الموبايل انها محتاجة تكلمها. وبعد ما سولي بتجيلها للبيت وبتكون عايزة تعرف اللي حصل، بتلاقيها رمت الفلوس وبتقولها تنظف البيت. وساعتها سولي بتبدأ تتكلم معاها وبتقولها إنها اتغيرت كتير وبتعرف إنها زعلانة على الحيوان بتاعها. وفي تاني يوم بتصحى سولي من النوم وبتعرف إنها كانت تعبانة ونامت في بيتها، وبتلاقيها كانت نايمة على الكنبة وبتصحيها. وبتكون سولي ملاحظة إنها بوظت الميك اب بتاعها وبتروح تعمل لها ميك اب، وبنلاحظ إن علاقتهم اتحسنت ورجعوا صحاب تاني. وبتبدأ ساعتها أنا تعمل لها الميك اب هي كمان وبتظبط شكلها وبتاخدها بعدها معاها علشان يتبسطوا. وبنشوف بعدها أنا بدأت ترقص مع الفرقة الغنائية، وبتكون صاحبتها سولي شايفاها ومبسوطة. وبتروح بعدها سولي تاخد الفلوس اللي جمعتها وبتهرب مع صاحبتها، لكنها في الآخر بترمي الفلوس وبتهرب من المكان. وبنلاحظ وقتها إن سولي كانت مبسوطة علشان بقت صاحبة أنا، بس أنا بتديها فلوس وبتقولها تبعد عنها وإنها كانت جايباها علشان تتبسط مش أكتر. وبتكون سولي منهارة ومش عارفة ترد عليها، وبتلاقيها كانت بتقولها إنها بتصرف الفلوس اللي معاها في يوم واحد. وبعد ما أنا بتسيبها وبتمشي، بنشوف سولي بدأت تتخانق معاها وبتقول إنها هتصرف الفلوس في ساعة واحدة وتكون أفضل منها. وبنشوفها بعدها راحت تصرف الفلوس وبتشتري كل حاجة نفسها فيها، وبتروح بعدها لوالدتها وبتفرحها. وفي تاني يوم بنشوف الطلبات بدأت تقرب من سولي علشان بقت غنية، بس وقتها بتظهر والدة الطلبة آنا وبتقولها تجيب الفلوس اللي أخدتها من بيتها في أقرب وقت. وساعتها الطلبات بتعرف إنها أخدت فلوس من آنا ولسها فقيرة، وبيقرروا إن هم يسيبوها ويبعدوا عنها. وبالليل بنشوف السونج راح لسولي اللي كانت تحت المطر، وبتبدأ سولي تشرح له كل حاجة بتحصل معاها وبتعيط. وبعد ما السونج بياخدها لبيته وبتكلم معاها، بيسألها ازاي صرفت الفلوس كلها في وقت قصير. فبتقوله ان انا استهزأت بيها وقالت انها بتصرف الفلوس في يوم واحد، وانها علشان كده قررت تصرف الفلوس في ساعة واحدة وتكون افضل منها. وساعتها السونج بيقولها انه هيديها فلوس علشان تدفع الفلوس لوالدة انا، لكنه بيخليها تمضي على ورقة انها هترجعهم. وبيقولها بعدها ان بقاله سنة بيجمع الفلوس دي ومش بيشتري حاجة، وإن هما لازم يفكروا في المستقبل علشان ينجحوا في حياتهم. وبنشوفه بعدها أخدها للبنك وبيخليها تفتح حساب توفير علشان تجمع الفلوس بتاعته ومتصرفش فلوس. وفي يوم بنشوف سولي كانت بتشتغل وبتعرف من المكالمة اللي جت لها إن في مسابقة ذكاء هتتعمل. وبعد ما سولي بتروح للمسابقة وبتلاقي أوكان وأنا كانوا موجودين، بتعرف بعدها من المسؤول إنها هتكون في مجموعة واحدة مع سيونج. وبنعرف وقتها إن أنا هتكون مع أوكان في مجموعة واحدة، وإن المجموعة اللي هتخسر هتكون في مستوى منخفض في مجال التعليم. وساعتها المسؤول بيقول لهم يكونوا على استعداد للأسئلة علشان هتكون صعبة جدا ومحتاجة ذكاء. وبيبدأ بعدها المسؤول يسألهم شوية أسئلة عن المال والأعمال التجارية، وبتنجح سولي إنها تكسب المسابقة مع سيونج صاحبها. وبتعرف وقتها سولي إن حالتها المادية هتتحسن علشان كسبت، وإنها بقت في المستوى الأول في مجال التعليم. وبتبدأ بعدها سولي تحكي عن الأيام اللي عاشتها في المدرسة، وبتقول إن الإنسان يقدر يغير حياته للأفضل. وبعد مرور عدة شهور بتروح سولي لسيونج اللي طلب يقابلها، وبتلاقيه كان عامل تورتاية علشان هيحتفلوا. وأما سولي بتعرف إنه عمل التورتاية علشان يوم ميلادها، بتبدأ إنها تعترف له بمشاعرها ناحيته وبتقوله إنها بتحبه وهتفضل معاه. وبيكون سيونج مبسوط جدا وهو معاها، وبيقولها إنها هتكون عيلته اللي بيحلم بيها.
الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف، واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.